كشف الدكتور والمفكر الكبير الدكتور طارق حجي سر من أسرار الملكة رانيا كتب إيه بقى على الفيسبوك ، هذه قصة حقيقية وقد كنت شاهدا على كل أحداثها وكل أشخاصها ، ره يقصد الملكة رانيا فتاة فلسطينية وهي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلق بها شاب كان والده اكثر رجال الاعمال المصريين ثروه وقد اعترض الملياردير المصري على زواج ابنه خ من ره وقال لابنه انه يرنو لتزويجه من ابنه ملياردير مصري اخر وهذا هو ما تسبب في مغادره ره لمصر وانتقلت للإقامة في الكويت ولكن بعد شهور من وصولها للكويت قام الجيش العراقي بغزو الكويت سنه 1990 وهو ما اضطرها للانتقال للاردن وفي عمان التحقت بالعمل في مؤسسه وكان رئيسها هو احد ابناء ملك الاردن اللي هو الملك الحسين وهو ما ادى لمصادفه مقابلتها لاخ رئيسها الامير عين الذي انجذب لها وبسرعه خطبها ثم تزوجها وبعد سنوات توفي والد زوجها الامير عين وقبل مرور عشر سنوات على زواجها أصبح زوجها عين اللي هو الملك عبد الله يعني مالكا وصارت هي ملكة الأردن سنة 1999 بمناسبة زفاف الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني اليوم لقيت بوست عجبني فقلت أشاركه معاكم وبعد كده نشوف تفاصيل زفاف الأمير التعليق نزل الصور ديت وكتب عليها ايه بقى؟ مفيش فيهم حد لابس حاجة عليها ماركة لأنهم هما اللي بيخلوا الحاجات سينيه ما عندهمش أي عقد نقص ولا بيتصوروا في عربيات ولا قصور ناس بسيطة مش متكلفة ومش محتاجين يظهروا بالمظهر بتاع المشاهير اللي عندنا لأنهم ولاد أصول مش زي الأغنية الجدد اللي عندنا وبيطلعوا يتصوروا لابسين قمصان وتيشرتات كلها بادجات وشنط وطيارات خاصه ودولارات دول ناس بيراعوا مشاعر اللي حواليهم قبل مشاعرهم عشان انسانيتهم وتربيتهم صح وتعليمهم الدراسي اهم انتوا ايه في التعليق شاركونا في التعليقات بدأ العد التنازلي لحفل زفاف ولي العهد الأردني المرتقب وفي خبر يعد حديث الساعة في المملكة الأردنية الهاشمية، استعد الأمير الحسين بن عبدالله للانتقال لمرحلة جديدة في حياته الشخصية والعائلية بزواجه من رجوة آل سيف، وقد تلقى الأمير الحسين التهاني من قبل العديد من الأشخاص في الأردن وحول العالم، ومن المقرر أن تقام مراسم زفاف ولي العهد الخميس الاول من يونيو ويعمل الفريق المنظم للحفل بجد لاعداد حفل زفاف مهيب يليق بمكانه الحدث ويتم التحضير لموكب ضخم ومهيب خاص بهذه المناسبه المهمه وستكون تفاصيله كالتالي بحسب ما نشره الديوان الملكي فان حفل الزفاف سيقام في قصر زهران ولعل سبب اختيار هذا القصر بالتحديد هو مكانته المميزه كقصر ملكي بني في 1957 وكان منزل والده الملك الحسين بن طلال رحمهما الله الملكه زين الشرف والتي سكنته حتى توفيت في عام 1994 وبقى القصر مقرا للمناسبات الهاشميه فيما بعد لمكانته الكبيره في قلوب العائله المالكه الاردنيه حيث اقيمت فيه العديد من حفلات الزفاف الملكية كزفاف والد العريس المقبل وجده الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملك الحسين بن طلال رحمه الله وبعد انتهاء اجراءات عقد القران في قصر زهران سيتوجه موكب الزفاف والذي برفقه الموكب الاحمر الى قصر الحسينيه حيث حفل الاستقبال ومأدبه العشاء الملكيه بمناسبه الزفاف الملكي. ويسمى هذا الموكب بالأحمر؛ لأنه يتكون من عشرين سيارة لاندروفر مكشوفة حمراء اللون، تشارك 14 منها في الموكب، فيما تبقى الست سيارات الأخرى كسيارات احتياطية في حال حدوث أي عطل في إحدى السيارات الرئيسية. وقد ظهر هذا الموكب منذ تأسست المملكة الأردنية الهاشمية. بعد استقلالها في الخامس والعشرين من مايو من عام 1946 ويعتبر موكبا هاشميا رسميا يرافق الملوك في تنقلاتهم اثناء المناسبات الرسميه واستقبالات رؤساء الدول والشخصيات الدبلوماسيه وكانت الخيول البيضاء ترافق هذا الموكب في السابق إلا انها استبدلت بعشر دراجات نارية وسيارات يقودها 71 جنديا من الحرس الملكي بإطلالة عسكرية رسمية مميزة من البزات العنيقة المزينة بوشاح أحمر على صدورهم كما سينتقل الموكب داخل شوارع عمان الباهية ليشارك مع الشعب الأردني والمقيمين في الأردن هذه الفرحة الوطنية من هي بقى عروسة الأمير الحسين اللي هي رجوة آل سيف؟ ولدت رجوة خالد ابن مساعد آل سيف في 28 من ابريل 1994 في الرياض، ونشأت في عائلة سعودية كبيرة من أصل يعود لقبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير الواقعة في منطقة نجد في وسط المملكة العربية السعودية من بداية عهد الملك عبد العزيز آل سعود. وتمتلك عائلتها المرموقة واحدة من أهم شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية هي شركة آل سيف مهندسون ومقاولون بإدارة والدها المهندس خالد ابن مساعد بن سيف ابن عبد العزيز آل سيف ولها ثلاثة من الإخوة والأخوات هي أصغرهم وهم فيصل ونايف ودانة ووالدتهم عزة بنت نايف بن عبد العزيز الأحمد السديري وقد درست رجوة الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز في نيويورك في الولايات المتحدة بعد أن أنهت دراستها السنوية في المملكة العربية السعودية كما تحمل درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارية في الولايات المتحدة رجوة تحترف ركوب الخيل بالاضافه الى انها تتقن الفرنسيه والانجليزيه الى جانب لغتها العربيه اللي هي اللغه الام وبالاضافه الى حبها للرسم وتصميم الاعمال التشكيليه اليدويه وروى الامير الحسين قصه تعرفه على رجوه عن طريق احدى الصديقات المشتركات وانها بقيت في باله منذ ان قابلها في احدى المناسبات ثم تقدم لخطبتها وقد اعلن الديوان الملكي خطوبتهما في 17 أغسطس 2022 بمنزل عائلتها في الرياض ويعد زفاف ولي العهد الأردني مناسبة تحمل الكثير من الأهمية والتأثير حيث يعبر عن استمرارية الأسرة المالكة ووحدة الشعب الأردني ونشوف بقى الكلمات المؤثرة اللي قالتها الملكة رانيا لخطيبة ابنها أو زوجته المستقبلية رجوة السيف كانت فعلا كلمات جميلة جدا أقامت جلالة الملكة رانيا العبد الله الاثنين 22 مايو 2023 في الديوان الملكي الهاشمي حفل عشاء بمناسبة قرب زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة آل سيف زي ما احنا شايفين في الفيديو دهوت وتخلل الحفل الذي حضره العديد من صاحبات السمو الملكي الأميرات وصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني وعدد من أفراد عائلة آل سيف ومدعوات من مختلف محافظات المملكة ورسم بالحنة وزفت العروس واغاني واهازيج تراثيه وشعبيه اردنيه وسعوديه وشارك في ادائها الفنانون نداء شراره وزين عوض وديانه كرزون وفرقه مسك وفرقه شابات السلط للفنون الشعبيه وفرقه حليم للموسيقى ورحبت جلالتها بالحضور قائله اهلا وسهلا فيكم مبسوطه انكم هون حتى تشاركونا فرحتنا يعني الحمد لله اليوم كتير عزيز علينا ولعيلتنا الكبيرة بقول إن ما وسعتكم لبيتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة واحدة طبعا سامحوني لأن لهجتي مصرية معرفش اللهجة الأردنية أوي وإضافة حسين ابنكم وأنتم أهله وهذا عرسكم حسين هو فرحتي الأولى ابني البكر وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوف عريس والحمد لله اليوم بلشنا احتفالتنا بعرسه وإن شاء الله الله يتمم على خير وأضافت وأخيرا صار عندي كنة بس مش أي كنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألز منها العروسه جد غلاوتها من غلاوه ايمان وسلمى بتذكر من اكمان شهر لما خبرنا حسين وان انا ناوي اتجوز فديش كانت فرحتنا رجوه هي احلى رجاء مني لرب العالمين لحسين وقالت الملكه رانيا للانسه رجوه إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض وإن شاء الله دايما بتكونوا سند وفرحة بعض. وتوجهت جلالتها بالحديث إلى والدة العروس إذ قالت: أم فيصل، إحنا عندنا بنقول دايما بتعرفوا البت من أمها، وأنا بحكي لكم الأم جوهرة. أنا بعرف إن أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك بس بدي اطمنك انه رجوه بعيوننا وبعيون حسين وهي بين اهلها وناسها فاطمني عليها واضافت بتعرفوا احنا كامهات ايش بدنا من الدنيا غير انه نشوف ولادنا مبسوطين ومرتاحين ويمكن احنا مرات بنراجع حالنا ونسال هل احنا عملنا كل اللي نقدر عليه وانا سيدنا المغفور له الملك الحسين الله يرحمه قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا انه تعبان انا وعدته وعد قلت له حسين راح يتربى زي ما انت بدك واردفت الملكة رانيا بالقول فاليوم بتطلع على حسين بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي بشوف كيف يعني كوالده بشوف كيف أسلوبه أسلوب تعامله مع عروسته مع عرسه كيف حابب إنه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية مش بس بالإحتفالات لكن بالتحضيرات كمان هو فعلا شاب هاشمي واعي وعارف إن هو منكم وإلكم وإن شاء الله وفيت وعدي للملك حسين وإن شاء الله يكون هو راضي وإن شاء الله كلكم تكونوا راضيين وألف مبروك لنا جميعا لأنه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتنا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية وقدمت المدعوات التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجلالة الملكة رانيا ولسمو الأمير الحسين وللآنسة رجو ألف ألف مبروك وربنا يتمم على خير